الناس ما كانش عندهم انترنت وكانت كيفاش كان كنا نعملوا احنا معنا في الثانوي ولا غيره. ما في الفاك شويه كمان في الثانوي سورتو كيف تعمل لي ريغوشيرش ولي بروجي هذوكم وكالملفات وكالحاجات يعني تكتب هو اللي المصدر الوحيد المصدر والمصدر الموثوق نقول على خاطر نحن نعرفوا توا حتى ويكيبيديا تنجم الناس تدخل وتبدل معلومات ماهيش ياسر مصدر موثوق ماهيش ياسر مصدر موثوق دونك ديما نرجعوا الكتب هي المصادر نتاعي لازمها تكون الموثوقه وي مو جوجل قاعد يتفخر انا اكثر واحد يدخلوا لي وانا اكثر واحد عندي ونعرف كل شيء ونجاب على كل شيء يا اخي جابوا الانترنت قالوا نقص عليك انا الانترنت ترى ما تسوى شيء وقعد يتفخر علي يا اخي يا اخي جابوا يا اخي جابوا الضوء قالوا كان انا نقص عليكم الضوء الزوز ما تسوى شيء كيما اليوم احنا نقولوا انه فما خدمه مثلا مربوطه اساسا بمواقع التواصل الاجتماعي مثلا لي انستغراموز اللي يعملوا لا بروموسيون دي برودوي وغيره واللي هما وعديد الزاد حتى الوزارات وغيره اللي عندها باش فيسبوك وترقى مصدر دخل لا 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 خدم مصدر دخل خدم فما ناس يخدموا بذا وهذه خدمتهم ويسون بي وهذاك مصدر دخل وفضل هذاك مصدر دخل انا فهمت على خاطر هو كان باش نحكيو جوريديكمون بارلون ماهيش خدمه على خاطر انت ما عندكش لا تو بو فير ان ستاتيو تاع سوسيتي لا ما تنجمش لا علاش ما تنجمش بالطرق لا 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 سامحني تشكون اون سوسيتي مهما كان الاختصاص تعمل لها ايفينمون وكل شيء ايفينمونسيال ولا حاجه تخرج تقول مثلا انا عملت الشركه نتاع التلافز الفلانيه ايفينمون راهو ناخذ 2000 دينار ما فماش اشكال قانوني تعطي فاكتور وعادي يعني قانونيا سامي فماش حتى باتين ده شخصيه تعملها معناتها كوم في بيرسون مورال فماش مشكل بيرسون فيزيك فماش مشكل قانوني مورال نحكي اي ما فماش مشكل قانوني المشكل وانه معناتها شنو واخد مصدر دخل كي تقول لي مصدر دخل هذيك انستغرامور ولا انستغراموز كي تقول لي ممثل في العالم راوي انا في العالم مش معنى مصدر دخل للعباد شو الفرق لا فما فرق شنو الفرق ما فرق شيء معناتها انا نجي نعمل هي صاحبة الشركة دي سكوند صاحبة الشركة نتاع ايفينمونسيال اغلبهم قالوا عندهم فاتورات ويتعاملوا بالشركات دونك يعطيو فاتورات وياخذوا فاتورات دونك هذا خدمته تعمل ان شيفر دافير في الشهر قدي وتدفع تي في ا وتدفع التاكس تدفع كل شيء اي مصدر دخل دونك مصدر دخل لازم تدفع لامبو عليه هي خدمه الشركه ايش نقول لك الناس كل تنجم تولي انستغرام والبنات كل تنجم تولي انستغرام تو تنحي بالقطعة حتى لين يتبعوا فيها زوز ملايين وتولي من بعد لا مش الكل هكا اي لا تنجم معناتها بول فيغ ياما العباد عندها ماهمش الكل دينيتي اللي ما ولا تعمل حاجه بوز في حاجه فهمتني باش تولي انستغرام ما تعممش مازلت عندهم جوست المشكله نتاع عايش بنيتي باللي انت تخدم قول لها انستغرام اسقل بنيتي فسر لي بالعربي ما فهمتش هي يمكن في التسميه قاعده هي ما نعموش خاطر فما برشا ناس يعملوا دلا بروموسيون معناها دو لا بوبليسيتي بور دي برودوي باش تكون ديني راهي وتعمل في خدمه محترمه مصدر دخل محترم يا ما في خدمه انا جو ديغي كو سي اون بروفيسيون اليوم و لافورو كيما يقول الطلياني فيه والليبر كيما يقول شو معناها انت بالنسبه ليك راهو تكون اما شهريه ولا لا ما قلتلك شهريه انا قلتلك شهريه صاحب شركه صاحب شركه راهو راهي ماهي ساهله واحد تشد تعمل صعيب اي صعيب بلها شوف قداش قاعد عندها حجامه شوف قداش عندها باش تعمل لي موديل نتاع الروب نتاعها خاطر راهو بالحق فما برشا تعبي يظهر لي عنده